إننا نؤكد على ضرورة أن تغرس هذه السجايا الحميدة والقيم الرفيعة في نفوس النشء منذ نعومة أظفارهم. تجمعوا لهدف واحد، شاركوا خيالهم الواسع، تعلموا، سألوا وأنصتوا. خلونا نغرس حب القراءة عند الأطفال، نسمع أفكارهم، نكافئهم على قراءاتهم. تابعوا فريق ألف التطوعي لغرس حب القراءة عند الأطفال، وخلوا رمضان هذه السنة غير. رمضان هو أنسب وقت أنك تبدأ بداية جديدة مع نفسك، فاستغل الشهر خير استغلاله.